حضراتكم انا متهيالي مش هكون ببالغ لما بقول انه فخامه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي متهيالي في خلال ال10 ايام او اسبوعين اللي فاتوا دول، متهيالي انه اجتمع مع الساده المسؤولين هم في خلال الاسبوعين دول، اللي هو طبعا دكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره، وزير وسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. يعني متهيالي ان احنا في خلال اسبوعين في لا يقل عن 4 لقاءات من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو يطمن على المنتجات الغذائيه وخصوصا المنتجات الاساسيه والمنتجات الاستراتيجيه، اذا كان رز وسكر وزيت ولحوم ودواجن، طبعا في ظل طبعا يعني المصيبه الكبيره اللي في العالم كله وهو الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. فمجهود كبير الحقيقه الدوله المصريه بتطمن وفخامه الرئيس بيطمن على كل المنتجات والسلع متوفره والمخزون الاستراتيجي منها مش اقل من 6 اشهر، والعديد والعديد من الموضوعات هنتناولها مع ضيفي اللي بيشرفني في الاستوديو الدكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه. مساء الخير يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام وكل عام وانتم بخير. الوضع يتطلب اهتمام كبير من الرئاسه لهذا الموضوع، ان احنا نطمن على المنتجات الزراعيه والمنتجات التموينيه أكثر من مرة. تعليق حضرتك. هذا في غاية الأهمية في الواقع، وده بيأتي في سياق أن العالم بالفعل بيشهد حالة من عدم التأكد واللا يقين. الاقتصاد الدولي كله يشهد عالم حالة من عدم التأكد واللا يقين. نعم. بشكل كبير. يعني أعود بالذاكرة إلى الوراء، عام 2008 حدثت أزمتين عالميتين كبيرتين، أولاهما أزمة الغذاء العالمي، ارتفاع كبير في أسعار الغذاء العالمي مع أزمة مالية عالمية وما تبعها من انهيار بورصات وبنوك. ذلك يوضح حالة عدم التأكد أو اللا يقين التي تحيط بالاقتصاد الدولي. أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي فهذا يعني تحدده عوامل الطلب والعرض على المستوى الدولي. عوامل العرض منها التغيرات المناخية وهي شديدة، ومنها حدوث أمور عارضة في السياسة الدولية مثل تلك الأزمة. نعم. بين روسيا وأوكرانيا. نعم. ويعني صادف أن الدولتين هما من ضمن سلة الغذاء في العالم، 30% من صادرات القمح في العالم هي في روسيا وأوكرانيا. نعم. فضلا عن أن أوكرانيا هي مصدر رئيسي لفول الصويا وزيت الطعام، تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في ذلك، وأيضا مصدر كبير للذرة ويعني كثير من المنتجات، حتى بالنسبة للأسمدة هما مصدر كبير للبوتاس وللأمونيوم وهما مدخلين رئيسيين للأسمدة. تمام. كل ذلك يتطلب أن تلك المتغيرات الخارجية التي طرأت علينا تتطلب متابعة دؤوبة في الفعل، ومتابعة يعني دؤوبة من القيادة السياسية كما أشرت حضرتك باجتماعات متلاحقة في هذا السياق. نعم. مع الوزراء ومع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. نعم. ومع مختلف المسؤولين للتأكد من الرصيد الاستراتيجي بالنسبة للسلع وللتأكد من الخطط الانتاجية لمواكبة ذلك، لأنه الأزمات أفضل وسيلة لمواجهة الأزمات هو التوقي منها والتحوط لها. نعم. ذلك ما تسير عليه الدولة المصرية. نعم. في عدة محاور مختلفة، وده اللي وصى بيه فخامة الرئيس انه لازم يكون المخزون الاستراتيجي، متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية دي والاستراتيجية دي يبقى مش اقل من 6 شهور. ده حقيقي وده حاصل فعلا بالنسبة للقمح. يعني وبمجرد يعني خلال هذا الشهر بدأ من اول ابريل موسم توريد الاقماح. نعم. يعني ويعني المساحة القمح ارتفعت هذا العام. ارتفعت 250,000 فدان. نعم. نحن نزرع 3,650,000 فدان قمح. نعم. ويعني السعر مشجع للمزارعين، ويعني نأمل في أن يتم استلام حوالي 6 ملايين طن من الأقماح. في هذا الاجتماع والسادة المسؤولين مع القيادة السياسية حضرتك كان في توصيات خاصة بإنتاج الأسمدة التي تدخل في عملية الزراعة وأهميتها
ووجه الرئيس بتعزيز إنتاج الأسمدة الزراعية وتوفرها للإنتاج المحلي قبل تصديرها. يعني نقلل تقريبا من الاستيراد، ده اللي انا فهمته، يعني ان احنا نوفر اكتر واكتر، وخصوصا ان مصر عماله يعني بتحاول ان هي بتزيد من الرقعه الزراعيه، بتحاول توسعات افقيه وراسيه، وفي نفس الوقت بتحاول يبقى في استصلاح زراعي اكتر واكتر. ذلك في غايه الاهميه حضرتك، لان الاسمده مكون رئيسي في الانتاج الزراعي، ويعني نحن لدينا شركات سواء قطاع أعمال أو شركات الشركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فضلا عن شركات القطاع الخاص. نعم. أيضا الأسمدة لم تسلم من التغيرات العالمية، فبالإضافة لحرب روسيا وأوكرانيا، فإن الغاز الطبيعي وهو مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة بالإضافة للطاقة يشكل أكثر من 65% كمكون لإنتاج الأسمدة، وبالتالي ارتفعت الأسعار العالمية بشكل كبير. يعني ورغم ذلك لم تقوم الدولة، دي معلش معلومة بزودها لعقلي بس شوية، حضرتك الغاز الطبيعي بيخش في تكوين وصناعة الأسمدة بشكل أساسي، الأسمدة اللي بتستخدم للزراعة بشكل أساسي. حضرتك بتقولي 60%، 65% ده معناه حضرتك انك انت الاسعار برضو، بما ان الغاز بي 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 يعني ناقص في الاسواق العالميه والبترول ناقص في الاسواق العالميه، ده معناه انك انت الاسعار هترتفع. ده صحيح، ده صحيح، معرضه للارتفاع. يعني ورغم ذلك حتى الان لم تقم الدوله برفع اي قيمه بالنسبه للاسمده. وفي الواقع هناك خطه للدوله لمجابهه ذلك منذ سنوات. نعم. يعني لدينا الان تم القيادة السياسية افتتحت مجمع العين السخنة للأسمدة الفوسفاتية، وهو مجمع كبير ضخم. نعم. يتبع شركة النصر. نعم. للكيماويات الوسيطة. ويعني الطاقة الإنتاجية فيه تصل ل 120,000 طن، 250,000 طن بالنسبة لسماد الثلاثي سوبر فوسفات، وتصل ل 400,000 طن بالنسبة لسماد ثنائي السوبر فوسفات. ذلك فضلا عن مجمع آخر ضخم يتم إنشاء 6 مصانع لإنتاج الأسمدة الأزوتية. نعم. بطاقة 1,000,000 طن، والأسمدة الأزوتية في غاية الأهمية لمختلف أنواع المحاصيل. ليس ذلك فقط، إنما قد افتتح الرئيس خلال أسبوع الصعيد. نعم. توسعة وتطوير مصانع شركة كيما على مساحة 60 فدان. صحيح. وباستثمارات تبلغ 12 مليون جنيه. صحيح. مشروع ضخم للغاية. ويعني تقوم تلك المصانع بتوفير 3700 فرصة عمل وإنتاج كبير. سواء للأمونيا. نعم. أو لنترات النشادر. ذلكين مشروعين ضخمين. نعم. يعني يساهمان في إطار توفير الإنتاج كما أشرت حضرتك في البداية، لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات بدلا من استيراد الأسمدة من الخارج. بدون قطع كلامك، احنا بنستورد وبنصدر ولا صحيح. بنستورد فقط؟ لا، بنستورد وبنصدر، وبنصدر كميات كبيرة. آه. الشركات القطاع الخاص. أيوة. بشكل كبير تقوم بتصدير كميات كبيرة. اسمح لي، زي اي مواطن ممكن يكون بيشوفنا دلوقتي على الشاشة، طب احنا بما ان احنا بنصنع، احنا ليه بنستورد؟ ولا احنا التصنيع بتاعنا مش كفاية؟ لا، لان احنا بنستورد. الحقيقه حضرتك سؤالك مهم الحقيقه. آه. احنا الاسمده تنقسم الى 3 انواع. اتفضل يا فندم. الاسمده الازوتيه. ايوه. والاسمده الفوسفاتيه. ايوه. والاسمده البوتاسيه. حلو. وكلهم بنستخدم الاسمده الازوتيه. وننتج الاسمده الفوسفاتيه، لكننا نستورد الاسمده البوتاسيه. وكلهم يستخدموا في الزراعه. كلهم يستخدموا في الزراعه. ده تقريبا نستورد حوالي 225 الف طن من الاسمده البوتاسيه. آه. التي لا ننتجها. اعذر جهلي، معلش اعذر جهلي حضرتك. احنا بنزود في الرقعه الزراعيه قد ما بنقدر، وبنحاول نستصلح في عدد كبير من المواقع على الخريطه، على خريطه جمهوريه مصر العربيه، الدلتا الجديده وسيناء، يعني في عدد كبير. احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي من الاسمده، صح كده؟ لحد دلوقتي عندنا فائض. عندنا لكن فائض، لكن جزء كبير منه يوجه للتصدير. تمام. لدينا اكتفاء ذاتي في الانتاج، لكن من ناحيه الاستهلاك جزء كبير من الانتاج يوجه للتصدير. الشركات شرهة للتصدير بالطبع للحصول على العملات الصعبة. نعم. حتى تستطيع ان
تضبط موازناتها المالية، وهناك لكنها ملزمة بتسليم 55% من حصتها للدولة. عظيم. لتغذية احتياجات المزارعين. عظيم. يعني انت بتتكلم على القطاع الخاص، لازم عشان يصدر لازم من انتاجه 55% ده صحيح للاستخدام المحلي. ده صحيح. الأول. ده صحيح. طب والله فكرة كويسة. حلو. ده صحيح. حلو. طيب قد ايه الاسمده دي؟ يعني اعذر برضو جهلي حضرتك يا دكتور، معلش. ويمكن انا طبعا عارف انه ثلاث ارباع الشعب المصري اكيد عارف يعني ايه الزراعه، وعارف يعني ايه الاسمده، انما في بعض ما يعرفوش. ايه اهميه السماد للارض؟ السماد في غايه الاهميه للارض، نظرا لان التربه دائما تحتاج للامداد بالغذاء. كويس. تحتاج للامداد بالغذاء، عناصر رئيسيه يجب ان نمد التربه بها. لا لكن يعني قد كان من السد العالي مشروع ضخم وله آثار إيجابية كبيرة طبعا، ووقى مصر من مشاكل الفيضان طبعا التي كانت ترتفع في بعض الأحيان. صحيح. ومن مشاكل انخفاض نسبة المياه، لكن له بعض الآثار السلبية في انخفاض خصوبة الأراضي نتيجة حجز الغريان الذي كان يغذي الأراضي، اللي هو بيسمى الطمي. الطمي. عظيم. وبالتالي نحتاج إلى استكمال ذلك، سواء من خلال إما أسمدة بلدية. نعم. لوث البهائم وما إلى ذلك. أيوة. فضلا عن الأسمدة الكيماوية التي ذكرتها لحضرتك، سواء أسمدة أزوتية أو فوسفاتية أو بوتاسية. طيب حضرتك في نفس اليوم اللي هو أمس، وهذا اللقاء الهام كان يعني انضم لي الاجتماع السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مصطفى مدبولي طبعا مع فخامة السيد رئيس فتاح السيسي، والسيد السيد القصير وزير الزراعة والإصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وكان متابعة نتائج تجارب زراعة القطن القصير. حلو. طبيعي جدا أي حد بيتفرج علينا دلوقتي من هو طفل لسه صغير في كي جي لغاية الكبار في السن هيقول لك مش احنا مشهورين بالقطن الطويل التيله؟ احنا ليه رايحين ناحيه القطن قصير التيله؟ ده حقيقي، دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، واحب اوضحها لحضرتك. اتفضل. ارجوك. بالنسبه مصر طبعا مشهوره بالقطن فائق الطول والقطن طويل التيله وفائق الطول، لونج ستابي. تمام. هذا القطن كانت مصر تنتج 70% من الانتاج العالمي منه. تمام. لكن أيام بورصة القطن زمان. بالظبط كده. تمام. الآن تراجعت نسبة مساهمة مصر في القطن فائق الطول والطويل إلى 32% فقط على مستوى العالم، تحتل أمريكا المرتبة الأولى من خلال قطن البيبا الأمريكي. تمام. لكن يعني حدثت تغيرات عميقة ومتسارعة في مجال إنتاج القطن وفي مجال الغزل والنسيج على مستوى العالم. نعم. تغيرت أذواق المستهلكين بشكل كبير، وبالتالي تم الاتجاه إلى ما يعرف بالغزول السميكة والملابس الكاجوال والجينز وما إلى ذلك. صحيح. كل ذلك يحتاج إلى أقطان قصيرة التيلة وليس والمفروشات، وليست أقطان طويلة التيلة ولا فائقة الطول. ولكن لا غنى عن القطن طويل التيلة. لا غنى عنه إطلاقا. واللوجو لمصر، هناك لوجو لمصر بالقطن فائق الطول التي تشتهر به مصر. أي. ويعني يوجه للتصدير بشكل كبير، كما يوجه لجزء للصناعة لإنتاج الغزول الرفيعة والغزول يعني المتميزة. نعم. لكن الاستخدام للأقماش الشعبية والغزول الشعبية والملابس الكاجوال لابد من اللجوء للأقطان قصيرة التيلة التي تشكل الآن على المستوى العالمي 98.5% من السوق العالمي للقطن، و 1.5% فقط للأقطان فائقة الطول والأقطان الطويلة. فكان لابد أن نلجأ لذلك لتعويض العجز في ميزان المدفوعات، نظرا لأننا نقوم باستيراد الأقطان قصيرة التيلة من الهند وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا. ولتخفيف العبء على ميزان المدفوعات توجهت القيادة السياسية وأعطت توجيهات بتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، وتم ذلك بالفعل في المناطق الصحراوية في منطقة شرق العوينات من خلال يعني زراعة منذ 3 سنوات تم زراعة 250 فدان
والعام الماضي تم زراعة 500 فدان، وهذا العام هناك توجه بزراعة 1000 فدان في منطقة العوينات، وذلك كتجربة يتم تقييمها ويتم تقييم مدى جدواها. ولقد وجه الرئيس بتقييم مدى جدوى تلك التجربة من جميع الجوانب. في هذه الحالة يتم تقييم مالي واقتصادي وبيئي ولمدى جدوى هذه التجربة لإمكانية تعميمها فيما بعد في الأراضي الصحراوية وفي منطقة الضبعة وفي توشكا. وعشان كده حضرتك في الاجتماع، هذا الاجتماع اللي هو أمس، وجه الرئيس بإعداد تقرير دقيق متكامل عن زراعة القطن قصير التيلة، عشان نشوف هل هو هذه المشروعات والزراعات هي مجزية انك انت تقدر تصرف عليها عشان توفر الدولارات اللي ممكن تصرفها في استيراد هذه النوعية من القطن، هذا ولا صحيح. لا هذا صحيح، وهذا هو العمل الاقتصادي المنضبط، ان يتم تقييم المشروعات من جميع الجوانب ماليا واقتصاديا وبيئيا وحتى اجتماعيا. دكتور أشرف، حضرتك أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، هل مركز البحوث الزراعية ممكن يكون بيساعد في هذه التقارير؟ هل عندكم تجارب في هذا المركز عن هذا الموضوع، عن القطن قصير التيلة أو غيره من البحوث؟ ده سؤال مهم وأشكر حضرتك عليه. في الواقع يعني مركز البحوث الزراعية ضلع رئيسي في كل تلك المشروعات. هذه المشروعات يرجع نجاحها عموما، كل المشروعات التي تبنتها القيادة السياسية ترجع إلى وجود فرق عمل متعددة التخصصات لا يقوم بها اتجاه واحد فقط. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جنبا إلى جنب مع وزارة قطاع الأعمال بمختلف المعاهد، فضلا عن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. ولذلك تجد الاجتماعات ممثلة لجميع تلك الأطراف. مركز البحوث الزراعية أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، به معهد متخصص في أبحاث القطن، وهو قد قام بإجراء مختلف الدراسات في هذا الإطار، وهو مشارك في هذا المشروع فضلا عن معهد بحوث الأراضي والمياه الذي يقوم بتحليل التربة والمياه يعني لإيجاد خصائصها ومدى ملائمتها لزراعة ذلك النوع من الأقطان. تمام. إذن حضرتك بتقول لي إنه في هذا المركز البحوث الزراعية الهام ده ممكن يكون بتعملوا بعض التجارب، ولا لازم التجارب دي تكون في الفدادين الكبيرة اللي احنا بنزرعها؟ لا حضرتك، هناك يعني ممكن يكون في تجارب صغيرة تمهد لمعلومات تساعد القيادة السياسية انها تقول مثلا يلا، يعني زي ما حضرتك بتقولي في 1000 فدان هيتزرع السنة دي، ذلك هام حضرتك. هناك التجارب تتم على مستوى مزارع بحثية، هناك مزارع بحثية تابعة لمركز البحوث الزراعية يتم التجربة فيها على نطاق ضيق، ثم يتم النشر بعد ذلك على نطاق أوسع، حتى يتم نشرها على مستوى المزارعين من خلال تبنيهم لمختلف الممارسات أو لمختلف الأصناف الجديدة التي يتم استنباطها. وضح لي حضرتك بعد إذنك طبعا القطن قصير التيلة اللي احنا مصر بتحاول تعمل تجارب في زراعته أكثر وأكثر، أهميته للمصانع اللي بتصنع ايه؟ زي ايه حضرتك قلت لي مثلا الجنسات اللي بتتصنع في مصر مثلا، وايه تاني معلش؟ غالبية انتاج الاقمشة تتم من الاقطان قصيرة التيلة. اقمشة بمعنى ايه؟ اقمشة اللي بتخش في الهدوم، اقمشة اللي بتخش في الستائر، في التنجيل، في يعني مختلف الاقمشة، ستائر ومفروشات وجوارب وما إلى ذلك. إنما الأقطان الرفيعة لا تستخدم إلا في صناعة الأقمشة الفاخرة، القمصان الفاخرة التي يتم تصديرها ما إلى ذلك. دي القطن القصير الطويل الأقمشة الفاخرة. الأقمشة الفاخرة الذي تشتهر به مصر، لكن انخفضت أهميته الآن، لكننا يعني يجب أن نستمر في هذا السياق المحورين جنبا إلى جنب. يعني مثلا معلش أعذر جهلي برضو تالي ثالث مرة، يعني مثلا الملايات اللي بتصنعها مصر بالأقطان بتاعتها، الفوط اللي بتصنعها مصر بالأقطان بتاعتها وبتصدرها والناس كلها بتبقى عايزاها، ده ما بيخشش فيه الأقطان قصيرة القصيرة؟ ده يتم إنتاجها بالأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول،
لكن ذلك يمثل مشكلة، لأن تكلفتها، سؤالك هام في الواقع، لأن تكلفتها مرتفعة على الصناعة، فيجب على الصناعة أن تستعمل أقطان أقل تكلفة. نعم. وهي الأقطان قصيرة التيلة. خاصة أوضح لحضرتك نقطة، أن الأقطان قصيرة التيلة إنتاجيتها أكبر كثيرا من الأقطان طويلة التيلة. نعم. وبالتالي أرباحيتها أكثر، تتراوح إنتاجية الأقطان قصيرة التيلة من 10 قنطار إلى 20 قنطار للفدان، بينما الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول تتراوح إنتاجتها بين 7 قناطير و11 قنطار، وبالتالي أرباحية الأقطان قصيرة التيلة أكبر من أرباحية الأقطان طويلة التيلة، وبالتالي تكلفة الأقطان قصيرة التيلة أقل من تكلفة الأقطان طويلة التيلة، وبالتالي ستكون مربحة بالنسبة للمصانع، أما الأقطان طويلة التيلة فهي غير مربحة للمصانع. طيب، هل عند حضرتك أرقام بنستورد قد إيه من، يعني كام دولار، كام مليون دولار مثلا في السنة مثلا بنستورد، وعشان كده احنا عايزين نوفر؟ ده واضح، احنا نستورد 2 مليون قنطار طن قصير التيلة، ده معناه ايه بالرقم؟ تكلفة تصل من 3 ل 6 مليار دولار في العام. تكلفة كبيرة. وعندنا المصانع، هذا الكم من المصانع اللي بتقدر تستخدم اذا كان قطاع خاص او قطاع عام. ده صحيح، واشير لحضرتك في هذا السياق الى انه تسير جنبا الى جنب مع خطة تطوير القطن المصري على مستوى وزارة الزراعة، خطة اخرى لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمحالج على مستوى وزارة قطاع الاعمال، بحيث تصبح الالات مهيئة سواء لصناعة الاقطان قصيرة التيلة او لصناعة الاقطان طويلة التيلة، حتى تكون متكيفة مع تلك المتغيرات العميقة والمتسارعة التي حدثت في تصنيع الغزول. آخر سؤال، مركز البحوث حضرتك، البحوث الزراعية، مشغول بإيه اليومين دول غير موضوع بحث الخاص بالأقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة؟ مشغول بمختلف الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي المصري بشكل رئيسي، وأضع هنا محصولين رئيسيين، مجموعتين رئيسيتين، أولهما القمح وهو الشغل الشاغل لمصر وفي قلب الاهتمامات، وثانيهما مجموعة الزيوت. نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر في الزيوت لا تتجاوز 10%، وهي نسبة منخفضة، وبنستورد 90% من الزيوت، 90% من احتياجاتنا على زيوت الطعام. ده صحيح، وهي ضاغطة، وحدثت أثناء الأزمة أزمة الغذاء العالمي 2008، تعرضت لأكبر الارتفاعات، وهي معرضة الآن للزيادة بشكل كبير. أوكرانيا أكبر منتج لتلك الزيوت في العالم، فنحن مهتمين بذلك جدا للعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها من خلال تطوير مختلف الأصناف، ومن خلال إدخالها في مجال الزراعة التعاقدية سواء لفول الصويا أو لعباد الشمس. حضرتك، احنا طول عمرنا عندنا مشكلة استيراد الزيوت؟ ده صحيح، طول عمرنا ده صحيح. ليه؟ وليه ما حلناهاش بقالنا سنوات طويلة، انك انت نقدر نزرع يعني المنتجات الخاصة بانتاج الزيوت؟ طب لم يعني يكن هناك تركيز في السياسات الزراعية على تشجيع المزارع لانتاج المحاصيل البذور الزيتية، عكس لأنها اللي بيحصل دلوقتي في موضوع القمح. ده صحيح، ان احنا بنشجع المزارع ضمان يزرع القمح. يجب سيدي ان تكون هناك سياسات تخطيط تأشيري لتشجيع المزارع بإعلان الأسعار قبل موسم الزراعة بفترة كافية. المحاصيل البذور الزيتية تزرع في الصيف، وهي منافس لها محصول الأرز بشكل كبير يقبل عليه المزارعين، لكننا نتجه لتخفيض مساحته نظرا للقيود تتعرض بالاحتياجات المائية. هل مركز البحوث للزراعات حضرتك، بدون، أنا آسف معلش بس عشان وقتي عايز أجمع أكتر معلومات بسرعة، هل مركز البحوث للزراعات حضرتك كان ليه دور في زيادة الإنتاج المحاصيل بشكل أو بآخر؟ دور كبير جدا، ولولا دور مركز البحوث الزراعية لحدثت أزمات غذائية في مصر. لنا أن نقارن ذلك أنك دائما ما تقسم على مقام هو عدد السكان في جميع الأحوال، نصيب الفرد من الأرض، نصيب الفرد من المياه، نصيب الفرد من مختلف المجموعات الغذائية. لولا دور مركز البحوث الزراعية سواء في تطوير الأصناف أو في تطوير المعاملات
لما نجحنا في هذا السياق. هل كان في أفكار لزراعة الرز ويبقى إنتاج الرز أفضل والقمح أفضل كإنتاج؟ هناك دائما أفكار لذلك من خلال تطوير الأصناف، يقوم بتطوير الأصناف بشكل كبير سواء من خلال البيوتكنولوجي ومن خلال الوراثة السيتوبلازمية، من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية. في السنوات الماضية حضرتك شفنا فخامة السيد الرئيس فتاح السيسي بيزور وفي إنتاج للصوامع، مش الصوامع أنا آسف، الصوب الزراعية، وقد إيه المنتجات شكلها جميل جدا، يعني الفلفل والطماطم والخيار والخس، يعني كل المنتجات كده شكلها جميل وحاجة مفرحة لدرجة إنك أنت يعني أوروبا بتتجنن في إنها عايزة تستورد مننا هذه المنتجات. هل مركز البحوث كان ليها دور في هذا الموضوع؟ مركز البحوث الزراعية مشارك في هذا العمل بشكل كبير، ويعني طبعا تم افتتاح قاعدة محمد نجيب، وهناك في قرية الأمل في الإسماعيلية الصوب الزراعية تقوم بتوفير المياه بشكل كبير، وتقوم بزيادة الإنتاجية، وتوفر محاصيل الخضر للتصدير بشكل كبير، ومركز البحوث الزراعية له دور رئيسي في ذلك. الموالح سمعنا في السنتين اللي فاتوا دول ان احنا سمعنا طبعا وعرفنا التصدير زاد اساسا بشكل كبير جدا، يعني اكتر من 32 مليار جنيه، ده لاول مره في تاريخ مصر يبقى في عندك تصدير بهذا المبلغ، يعني من ضمنهم الموالح. هذا صحيح، الصادرات الزراعيه في مصر العام الماضي والعام السابق له هي قصه نجاح بكل المقاييس، تجاوزنا حاجز 5 مليون طن، واحتلت مصر المرتبه الاولى في إنتاج الموالح على مستوى العالم بدلا من أسبانيا المصدر التقليدي لذلك المحصول. كل ذلك نتيجة متابعة كبيرة في وزارة الزراعة ودور كبير لمعالي الوزير الأستاذ السيد القصير في متابعة مختلف المعاهد البحثية ونظام التكويد وتتبع المنتج الزراعي بدءا من المزرعة وصولا إلى المنتج النهائي إلى المستهلك النهائي، فضلا عن دور الحجر الزراعي في فتح الأسواق، حيث فتحنا 11 سوقا جديدا منهم استراليا بالنسبه للموالح، واستراليا بالنسبه للموالح، واليابان، والصين بالنسبه للرمان. اخر سؤال سريعا جدا بعد اذن حضراتكم، سؤال بقاله كتير وحضرتك يعني خير من ممكن يرد عليا، احنا لسه بنستورد 80% من الفول اللي احنا بناكله دلوقتي في رمضان؟ وهذا يعني لا يصح، هذا لا يصح. نستورد بالفعل، نسبة الاكتفاء الذاتي منخفضة من الفول. هناك مشاكل بالنسبة للفول، أبرزها أن يكون هناك سعر ضمان أيضا للفول مثل المحاصيل الاستراتيجية، وتستلمه الدولة أيضا من خلال أجهزتها المختلفة. ما عندكمش بحث كده يزود الإنتاج من الفول؟ ده الفول ده المصريين أشهر حاجة في الفول خصوصا في رمضان. لا، هناك أبحاث لزيادة الإنتاجية، إنما هناك مشاكل تتعلق بالإصابة بالهلوك وبالإصابة ببعض الآفات، إنما الأهم في الأمر هو السياسة السعرية دائما. ولكن أنا عارف المعلومة دي، إنه في بعض المنتجات الخاصة بالفول في ناس دول كتيرة جدا بتحب تستورد مننا المنتج الفول اللي عندنا. ده صحيح، ولذلك تم وقف ذلك خلال المرحلة الماضية، تم وقف تصدير الفول والفريك وبعض المنتجات الهامة. أنا آسف إن أنا تعبتك معايا النهارده، ربنا يديك الصحة والعافية، بس أنا كنت عايز آخد منك معلومات كتير بعد إذن حضرتك طبعًا. دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، نورتنا وشرفتنا يا فندم، وآسف إن أنا طولت يعني كثير من الأسئلة. أهلًا بيك. شكرًا لحضرتك يا فندم، نورتنا يا فندم. شكرًا. ده كان يومنا النهارده في صفحة جديدة، وبكره إن شاء الله نفتح صفحة جديدة في مستقبل مصر بإذن الله تعالى. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله على فكرة أنا معاكم بكرة، أنا موجود بكرة يعني 2 و3 إن شاء الله، بكرة بإذن الله تعالى نشوف مع السادة الإعداد الأستاذ أسامة رمضان نقدر نتكلم عن إيه بكرة، نقدر يبقى عندنا وعي أكتر وأكتر. تصبحوا على خير.